أكد الناشط السياسي الكردي الشيخ نبي فاضل أن هدف حزب العمال الكردستاني من وراء وجوده في إقليم كردستان هو ضرب مكتسباته وزعزعة استقراره، مضيفا أن وجود الحزب في غير ساحته هو وجود غير شرعي وغير قانوني. وأوضح فاضل أن الهجوم العدواني الذي قام به مسلحو البككة في ناحية جامانكي التابعة لمحافظة دهوك وتفجير أنبوب النفط إلا دليل قاطع على نوايا الخبيثة والمبيتة لمنظومة هذا الحزب لخلط الأوراق من جديد.